حجز. حسمتها المرور بهاتين العبارتين بعد تضييق وتحجيم لحركة عجلات التوك توك. كيف لعجلة دخولها غير رسمي أن تسجل بمبلغ 480 ألف دينار والواقع يفرض نفسه بأنها لأناس فقراء يبحثون بها عن قوت يومهم؟ يعني شو أسوي؟ أنا ما أعد، أنا رجال قود يومي، قود يومي. يعني أنا أقول لك أجيب منها أصرف على آلتي منها. البارحة أنا مدين 300 ألف كفيلة كل عباس أبو فاضل على موت هالتكتك. زين، وأنا صاحب جهال ثلاثة. والله ما أدفع، ليش أدفع؟ هو باليوم إيش قد تطلع؟ 5000 على أساس أطلع؟ وأخير شيء مثل هذا رئيس الوزراء الكاظمي يقول ممنوع، شلون ممنوع؟ شو أنت جاي تطبب بيهن؟ على أساس ممنوع؟ وين نروح؟ طين 400 ألف وخذ التيك توك. لا اختلاف على أن هذه العجلات تعرقل حركة المركبات ولا تلتزم بقواعد السير، لكن الأولى تنبيه ومحاسبة. فكثيرون هنا لا يملكون مبلغ التسجيل هذا ويعتبروه فساد وتطاول على لقمة البسطاء. تساؤلات وشكوك عديدة حول قرار المرور وقانونيته، فهي لا تعدو سوى توك توك يقودها ويستأجرها فقير الحال. إذا يريد يسوي هذا الشيء خليه يمنع الاستيراد ويرد الفلوس للعالم، فلوس العالم يردها، لا يمنعون العالم. أكو طريقة بس الشعب ما يدر، إحنا ندر بيها. يريدون الشعب يموت له جوع ويرد للتسليب والحال. ليه جاي يعني يدخلون هالعراق؟ ثلاث حاسب المستهلك، حاسب اللي صدرها، يعني هو جاي يدخلها غير تسوي لها أوراق أصولية. يعني بس الرقم إيش قد؟ 480 ألف. منين يجيب الشاب؟ أنا ها شغل من الصبح لهسه، ها شغلي وهاي التيك توك من الصبح لهسه، وباوع وراي عائلة وعدي قصد. يعني واحد وين يروح؟ يعني من غير دينه بنشرها؟ من أدخلها إذن هو من يشار إليه بإصبع الاتهام، فقد أرجع البلاد إلى زمن قديم وتسبب بقطع أرزاق مركبات الأجرة وأحدث فوضى في الطرقات. فالأغلب يسير بلا نظام والتزام، وواجب الحكومة الحد منها وتوفير البديل لا تسجيلها رسمياً. عمار غسان، قناة الرشيد.